اتجهنا لوين؟ على دبي. بس يا جماعة مش معقول، يعني بارح رحت عند الحكيم وحكيت معه وقلت له ماي ساينس وهيك راسي عم بيجعني، ما فحصتني ولا شيء، قالت لي خد دواء تيلي فاست بس حبي بالليل. يعني معقول انا مش نايم الليل كله راسي عم يجعني حيفقع؟ مش معقول. لا رجع روح عند حكيم تاني ويفحص. طب مش معقول مثل العاده كل يوم. خلينا نشوف شو ناطرنا اليوم. في لكم وجع راس مش طبيعي، وجع راس مش طبيعي. اوه ماي جاد. والله يا جماعه الاجواء اليوم حلوه مغيمه، تحسوا انه والله درجه الحراره شي 10 او 15 لندن ستايل. والله يا جماعه اجواء لندنيه. جايز تعرفوا شو عم بقرا على الطريق؟ اجواء ممطره، فانتبهوا. واو احنا بشهر 8 بالامارات، اجواء ممطره رائع. جايز والله هو الموضوع بسيط، دكتور عن دكتور بيفرق. يعني مثلا هون فتت في موضوع ساينس بس، فحصت بينتك عينك منخارك تمك كذا، بعتتني اكس راي كمان الساينس توصف لي دواء. طب امبارح جيت عند حدا ما قامت عن الكرسي، ليش؟ المود اليوم او مش المود، خليني اقول لكم اياها من الاخير. انا شخص بحب كثير الدجاج، بس شو؟ دجاج ماكينه بموت فيه، وكمان بحب الدجاج على الفحم. اللي حيصير كل ما اكون بارم وطالع ونازل كل يوم، وين بلاقي محل ببيع فروج ماكينه او فروج على الفحم حصوره حوقف واكل. ولو كنت اكل مره واثنين وثلاثه بالنهار حوقف وجرب. حدلني فتش بالامارات كلها وين ما كان، دبي ابو ظبي فوجئ كل الامارات. كلاكرز وود روستد تشيكن، هذا البليس مارق من حده كتير، وهي اول مره بفوت عليه. المكان سوبر كول، سوبر رائع، فايبس كتير حلوه، فيري هومي بليس، كله هومي كانه بالبيت. عم بحكي جد كانه قاعدين بالبيت. قد ايه مهضومه هالقعده، قد ايش حلوه. وبعدين الحلو انه عاملين زارعين وين ما كان، عن جد الفيلينج سوبر سوبر هومي كانه بالبيت. والله يا جايز اسمعوا، هيدا الفروج ماكينه، واحد كامل بيجي معه صوصز ورايس وسالاد، هيدا نص واحد، امور مرتبه. هيدا حتى ببيع اجر بس ربع فروج ببيع، الاجر 34 والنص فروج ب 55 والفروج الكامل 79، لا بياخذ فروج كامل 79. كان ياخذ داوود وصل تشيكن سوب. يا عيني على العشق والحب. اول مره بيجي لهم انا بمر كثير، بس الحلو بالموضوع انه سبيشلايز بس بالفروج الماكينه. السبيشل عندهم انه الفحم، ايه على الفحم تعملون على الحطب سوري هذا الكونتينر، ايه كله على الحطب، مش فروج ماكينه العادي اللي على الغاز، لا على الحطب. شو اللي حطب؟ ثاني شيء بس اعمل الدجاج فريش طازه كله، طازه مو فرج. يعني بلشنا صح بالفلوج، اول فروج مدينه عم نفتش على اطيب فروج بالامارات، بلشنا بالود. مش غلط صحه وعبي ربي. الصراحه كنا قاعدين عم نحكي انا بحب فرج على الحطب، فقلت يا نوعك بعد ما حدا فتش بالامارات كلها وين احسن فرج مدينه. انا باكل كثير، جرب كثير يعني على طول يوميا فينا. فهلا انا وقاطع شي طرقي على بالي والله العظيم، قلت له بدي حصه في محل بمرق بحد بس والله ما بنجرب وجيت. لا ليش البايكس حلو المكان عامل صح كثير حلو مهضوم القعده حلوه والبسط حلو. لما من جاي فريش بجيبه المنراش كله بالهيربس وانت بتعمليه بالبيت، يعني كانه عم تاكلوا فروج امكم تعملوا بالبيت بس
عملت لكم اياه على ال ولسه هلا راح اضيفك شوربه. طلبت شوربه؟ طلبت شوربه بيضه. لا إيه؟ راح اضيفك كمان شوربه بنعملها من القمح. ضايفين اللي بدك اياه انا معك. وبتعرف شو بدي اضيفك كمان؟ يا عم ضايفيني انا بدفع حقها انت قليلي بطلب. لا انا بطلب بس شو بدك؟ انا بدي اضيفك شوربه وبدي اضيفك وينز كمان. شو وينز؟ وينز بعمل وينز على سموك الماشين. روحي الله يرضى عليك. انا مش عارف شو بدي اطلب، انا عم بطلب الاشياء هيك. لا بس في شغله بدي اسالك اياها، ليش مسميت يا حمص سالم؟ بدي اطلب حمص. لا لانه حطيتيها مع السالز يعني. لا لانه المحل هون مش بس للعرب، عرب واجانب، في ناس بسموه حمص سلط. يعني احنا بنسميه حمص. يس بيقول لك حمص. حمص بس هون ما بيعرفوا، بيعرفوا حمص سلط. يعني انا عم بقى عرب واجانب. انترستنج. انا بعملها كثير بطريقه خصوصيه، بحط القمح بالمية لما ينفش شبك على الشواية 6 ساعات. والله بنقف عليه الدجاج، باخد قطع من الحطب ومتحمص بقعد 9 ساعات 6 ساعات. عشان هيك المدام قالت لي لازم تجرب. هاي لازم تجرب هاي زي الفريكة بس اعلى شوي. اعلى شوي. اهلا وسهلا. شكرا. سمعتوا العام شو قال؟ شوفوا قد ايه في تعب بالسوق. بس شو سموك تشيكن؟ واو طعمة بسموك سوبر ريتش، الفليفر بقلبها مخيف السبايسز، فيها لطشة حار سبايسي من اللي قلبكم بحبها، والقمح القمح كل حب القمح رقم. ما توقعت فوت اخر شوربة قمح The Wood Roasted Smoked Chicken. تكسر هاي غير هيدي الشوربة البيضة مع Roasted Wood Chicken طعمتها طيبة، فيها ناشون The Chicken Smoke Very Rich، بينات مختلفين بس هيدي غير واخف. هم السالم عرفت القصة والستوري ايش؟ ديسنت حمص طيب على الشكل. انا بحب الحمص عشان نجربها هاي سموك سموك ريش كمان. والله ما شاء الله انا عندي سموك ماشين احنا عاملينها والوين وينكس ار سموك. هلا هاي احنا عاملينها كل رف فيها لايتم من المحل، يعني هي مصممه للمنيو طبعا. للمنيو للمحل. والله صح حبيبي تعبت. ثانك يو. بورد حلو البنشو بالسموك ريبس، السموك تشيكن على الحطب وهدول الوينز، طبعا بيجي رايس الفيجيز. شوف الصوصات هون كلها بتجي سموك، طعم السموك بقلبها كبير عالي وفيري فاتي. المفروض بالوينز ما فينا، مفروض بالوينز الوينز مارينيتد بعملهم سموك. طعم السموك بقلبهم كتير قوي، طبعا مش الوينز العاديين اللي معودين عليهم، اتس سموك وينز. شوفوني ملا مانسا، شوفوني ملا مانسا. اول شيء حنبوقه بلا شيء. واو الماريناشن تبعيته كتير رائعة، طعمة السموك بقلبه سوبر الصراحة رائع. انتوها توم بيت، توم بيت بيولي توم بيت. ها طلعوا قد ايه رخو وقديش هو مبين، منه كريمي منه ابيض، بيولي توم هيك بحبه. فروج الماكينه اللي معودين عليه على الخاص هذا مختلف كليا، لانه نكهه الحطب بقلبه اميزنج، منه الراجل الروتيشن تشيكن اللي معودين عليه على الخاص، في نكهه غير، الجوسنس تبعه مختلفه، السموك تبعه مختلف، بس جود تشيكن. بس وات از ذيس اكلير مان؟ شوكليت كاستر. شوكليت كاستر. اوه، ذاتس نوت ذا اكلير ذات ام يوست تو، اتس نوت ا فرنش اكلير كوركت؟ اتس جاست A local eclair. Sorry. أكل وأكل. مكان واحد بفش لي خلقي لما أكون جاي على بالي إكلير، وفعلا جاي على بالي إكلير. مكان بعقد أنا على طول بوقف عنده. ليش؟ لأنه بياخذ إكلير بسرعة وبضلني رايح. طبعا في أماكن كثير، بس هذا المكان بموت فيه للإكلير. كم أنت لذيذ يا بول. بول من الأماكن اللي عن جد كنت تاكله بريكفاست أو شيء، بس الباتيسيري اللي عنده اتس أميزينج. كم انت جميل يا بول. وين الاكلير؟ ايه ما في اكلير؟ لا 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 بلا 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 في اكلير. شوفوا لي شوفوا لي حبه الاكلير هاي، لكن بالفعل او ماي جاد ذس از سو جود. بول في له كثير فروع، بس هذا الفرع كثير مهضوم، كثير كلاسيك. اي ريلي لايك ات. عن جد لايك لايك لايك. بدنا سباركلينج ووتر بعد غدا جامد. والله الاكلير سمبل بسيطه هيك بتخطر ببالكم، وعن جد تخطر ببالي على طول وين ما اكون. اذا لقيت بول بضربها مش غلط. شوفوا ما لازم.
اعطيها يا كبير. كيف بدك تفوت بالتمي هي كلها؟ اقولكم بتفوت بالتم؟ اما لا والله صعب. انه بول سمبل بسيط. وهلا عندي كم شغله بالمكتب وكم حدا بده هيك شويه برودكتس لنشوف نطلع على الشباب والصبايا نأمن على الشغل كل شيء اوكي. كمان نشوف الشباب شو عم يشتغلوا على الادت شو عم يشتغلوا. اجمل شيء لما توصلوا على الاوفيس وتقولوا الدنيا ليل ولا شو بهم مطفين ولا ما في حدا ولا لايك الاوفيس ضو لايت ضو ضو لايت يا عمي ضو. هيدي مش بعرف يمكن لانش بريك بيحاولوا تو سيف انرجي. يعني باخر الليل جاي على بالي كم شغله هيك على الخفيف ارمش عليهم اتسلى فيهم. بس في عندنا بقلب الكومباوند شغله كثير حلوه عندنا هيدا سيلكت ماركت اكثر بقاله او سمول هيك ماركت كيوت والله سوبر كيوت في كل شيء عنده ما في رايحين جايين عليه. شوفوا قد ايه كيوت وقد ايش لذيذ كل شيء عنده. شو اللي بدي اياه هلا عندهم كثير شغلات الفيريرو روشيه ايس كريم على فكره عندهم عندنا اشياء هون على الايس كريم سوبر كول طبعا المكتب كله بنعرفه. هلا هذا المازيلا مش وضعه هون مين حاط حطيت اثنين مازيلا هون ما شاء الله عليهم. حلو بالموضوع انه هون دغري حد البيت فشو معقول ضلني نط ما ضروري اروح على السوبر ماركت او اروح على كاريفور او اروح على شي محل بس هالايس كريم قويه قويه. خليكم معي خليكم معي. هاي الشوكو برانس وهيدا لا بعرف حتقولوا لي هيلثي وما هيلثي والقصص هيدا القصة كلها هيدا القصة كلها. طلعوا لي مقلزة بس شوفوا لي مقلزة بس شوفوا قد ايه لذيذة. واو واو جماعة بجنن فيها chunk of chocolate وفيها almond chocolate on chocolate.